معنا على التليفون الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام اثار الكرنك. صباح الخير، اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا، صباح الخير استاذه منى، واهلا بيكي واستاذ احمد وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. خلينا بس نقول الاول، ايه هي لائحه ملوك الكرنك وبتشتمل على ايه؟ لائحه ملوك الكرنك او ما يعرف باسم غرفه الاجداد او قائمه الملوك، هي غرفة بتحتوي على نقش ل 61 ملك، بيبدأوا من عصر اسم الملك سينفرو مؤسس الأسرة الرابعة وانتهاء بالملك تحتمس الثالث. القائمة دي أقامها الملك تحتمس الثالث سنة 1445 قبل الميلاد، علشان تكون مقر للعبادة الخاصة بعبادة الأسلاف اللي هي كانت منتشرة طبعا في ذلك الوقت. كان في تماثيل كثيره للملوك في ارجاء الكرنك، فلاول مره بيتم تجمعهم في مكان واحد، ودي اقامه طبعا تحتمس الثالث، وتعتبر واحده من اهم نقدر نقول المصادر الخاصه بالتاريخ المصري القديم. نعم. طيب دكتور، عاوزين نعرف ايه الفرق ما بين لائحه ملوك الكرنك اللي موجوده في الاقصر واللائحه اللي موجوده في متحف اللوفر في باريس؟ اللائحه اللي موجوده في متحف اللوفر في باريس هي نقدر نقول النقش الاصلي، او هي النسخه الاصليه اللي موجوده اللي اتخذت من معبد الكرنك سنه 1843. قائمه الملوك دي كانت المفروض موجوده في المكان ده في معبد الاخ منوف في الكرنك، لكن جه اثري فرنسي اسمه بريس دافين اخذ الكتل الخاصه بالغرفه دي ووداها لفرنسا، راحت في تعرضت في كذا مكان لغايه لما استقرت في متحف اللوفر في فرنسا سنه 1919. فتعتبر هناك هي النسخه الاصليه. اللي موجوده عندنا هنا دي ريبليكا، او تقدر تقول حضرتك مستنسخ من النسخه الاصليه بنسبه 1:1. نعم. طيب لما نيجي نتكلم عن ان حصل ترميم وحصل تطوير، ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل ان هو طبعا كان سنه في السبعينات من القرن الماضي، المركز المصري الفرنسي بالكرنك عمل نسخه طبق الاصل من الاصل اللي موجود في متحف اللوفر، ولكن كانت من الجبس، وكان طبعا مع مرور الوقت بقى لها حوالي يمكن 50 سنه، فطبعا تاثرت وتقريبا انمحت معالمها خالص. لغايه لما فكرنا في فكره ان احنا نتواصل مع متحف اللوفر في فرنسا، وان هم يعملوا تصوير 3D موديلنج للقائمه اللي موجوده عندهم، وبالفعل اتعمل الموضوع ده وخدناها احنا في شركه كنوز مصر تابع طبعا لوزاره الاثار. وقدروا ان هم يعملوا مستنسخ بشكل طبعا افضل جدا جدا من المستنسخ اللي كان موجود قبل كده. وجينا ركبناه، استغرق الموضوع ده حوالي يمكن 3 شهور من التصنيع والتركيب لغايه لما تم افتتاحه امس بحمد الله. نعم. طيب دكتور، يعني عاوز اعرف برضو من حضرتك ايه ابرز عوامل الترميم والتطوير اللي تم العمل عليها في هذا المتحف وهذه اللائحه تحديدا؟ يمكن معبد الاخ منو اللي في موجود في معبد الكرنك، اللي هو يعتبر ده جزء منه، الغرفه دي جزء من المعبد ده، كان اتعمل فيه ترميمات كثيره جدا جدا، منها ترميمات لاظهار الالوان والنقوش بشكل جميل جدا. يعني احنا بنشتغل في الكرنك بسياسه على طول ان احنا بنخلص اثر بنخش في الثاني على طول. صحيح. ترميمات دوريه وكده. بالنسبه للغرفه دي تم اعاده بناء الاجزاء اللي كانت متهدمه منها من قديم الازل، يعني من زمان خالص. وقعدنا بناءها مره ثاني باحجار هي نفس الاحجار اللي هي كانت موجوده طبعا، الحجر الرملي. وبعد كده جبنا المستنسخ اللي هو عباره عن السطح الخارجي للنقوش بعرض حوالي يمكن 7 سم، وتم تركيبه على الجدران اللي هي في نفس المكان الاصلي اللي كانت موجوده فيه النقوش الاصليه اللي هي موجوده حاليا في متحف اللوفر. طيب كل الناس اللي اشتغلت في اعمال التطوير والترميمات كلهم مصريين، ولا تم الاستعانه بخبراء اجانب للمساعده، يعني نظرا طبعا لدقه اعمال الترميم اللي حصلت؟ بالنسبه لعمل الريبليكا او اللي هو نقدر نقول المستنسخ ده، لا كله اتعمل بشكل مصري، باستثناء طبعا اللي هو التصوير اللي هو سلسله الابعاد ده طبعا اتعمل علشان هو اتعمل في فرنسا يعني. لكن كل التصنيع وكل الترميمات وكل الحاجات اللي حصلت في الغرفه بايدي مصريه خالصه والحمد لله. الحمد لله. طيب دور بقى اللائحه في عمليه جذب الوفود السياحيه عليها، وخاصه المقبلين على منطقه معابد الكرنك الاثريه؟
بطبيعه الحال وجود لائحه الملوك في الكرنك هيسبب طبعا جذب كبير للاجانب والسياح الزوار لسبب بسيط، ان دايما معروف ان التاريخ المصري القديم وترتيب الملوك لهم خمس مصادر اساسيين، احداهم اللي هي قائمه الملوك الخاصه بمعبد الكرنك. كتير جدا من الناس المهتمين والزوار والمرشدين دايما بيجوا يسالوا فين مكان قائمه الملوك. صحيح. وكانوا بيجوا قبل كده طبعا بتبقى مش واضحه خالص، مش واضحه تماما. لكن لما تتعمل وتظهر بهذا الشكل بالتاكيد طبعا في ناس كتير كانت حريصه ان هي تزور امبارح، يعني احنا الكلام ده كان امبارح قبل الظهر مثلا، هنتكلم على الساعه 11 الظهر، لكن كان في بسم الله ما شاء الله اقبال شديد جدا من الناس ان هم يجوا يشوفوها لاول مره ويبتدوا يعرفوا ترتيب الملوك بدايه من عصر الملك سنفرو مؤسس الاسره الرابعه، وطبعا هو والد الملك خوفو بين الهرم الاكبر. فبالتالي بيشوفوا ان في ارتباط في ملوك الحضاره المصريه القديمه، وبيشوفوا السجل بتاعهم وتقديسهم طبعا عبر القصور. طبعا دي حاجه مهمه جدا وان شاء الله تساهم في زياده، يعني نقدر نقول ان احنا امام عامل جديد من عوامل جذب السياح لمنطقه الكرنك تحديدا، اللي يمكن شفنا تطويرها بشكل لائق يليق بمصر والمصريين والحضاره المصرية العظيمة الأصيلة تحديدا. في الحقيقة في النهاية كده أنا ليا سؤال سريعا لو حضرتك تسمح لي، يعني عاوز أعرف إيه الدعوة اللي حضرتك تقدر تدعوها للمصريين بقى علشان يزوروا معبد الكرنك؟ بالتأكيد يمكن معابد الكرنك من ضمن أكبر المعابد اللي موجودة في العالم وأكثرها ثراء على الإطلاق. الناس أكيد لازم لما تيجي هتشوف حاجات حلوة جدا جدا وتعرف تاريخها، وهتشوف كمان عظمه مش بس المصريين القدماء لكن الشغل اللي بيحصل حاليا، تطوير تيسير سبل الزياره، تقديم الخدمات، حاجات مهمه جدا جدا. اتمنى من كل المصريين هم طبعا يشرفونا في معابد الكرنك. تمام، بنشكرك دكتور مصطفى على يعني هذه المعلومات القيمه، وكل التوفيق طبعا فيما تبذلوه من اجل تعظيم الموارد السياحيه.